يشري التونسي اليوم بالضبط قبل العيد؟ التونسي قبل العيد تو تشوف فيها مع حوايج العيد وك الجوي وك الدنيا ياسر بورتوليه اختذاذ في البلاد هاك تشوف فيها على عينيك الدنيا. ثم فلوس تحس عند التوانسه تو ولا لا؟ هكا تو فما واحد ما عندوش فلوس، العباد الكل عنده الحمد لله. اما خويا لا غالب الكل ديما تشكي وتبكي مع الناس الفلوس، فهمتني؟ والفلوس هي موجوده. كيفاش عرفت الفلوس موجوده؟ يا ودي موجوده، ما العباد مخزنه فلوسها بتبيعتها، العباد مخزنتها الفلوس، فهمتني؟ ولو جو على المحنه كنت على 50 وال 100 وال 200 ياك تشوف في البلاد كيفاه. شنو يا اخي؟ التونسي تو قاعد يشري في الليكوس ولا في الكاملوت؟ لا يشري في سلعة البرة، سلعة الشنوة ذي الكل اللي البرة، خمنين من تونس ما هي سلعة البرة. اللي معروف على أبو منديل أنها سلعة سواقي ونشوفوا فيه معبي، ما شنو معناه؟ سلعة سواقي خاطرها رخيصة. العباد تاخذ حاجه رخيصه، تمشي الحاجه رخيصه ما تمشيش للبوتيكات. باهي، انت قلت للتونسي عنده فلوس ويجي يشري في الحاجه كاملوت ورخيصه، تناقض في كلامك نحس. كيفاه تناقض؟ معناها قلت لي كلهم لاباس ويشري والفلوس موجوده. يا ودي فما عباد تشري، يا ودي ريت عنده الفلوس، يا عنده الفلوس، ينجم ياخذ ارخص من اللي ياخذ من البوتيك اغلى، فهمتني؟ بنقص فرنك على الاسعار هذه نار فوا 3 سنين، تعرف فوا 3 سنين فوا 3 كي نخلط. انت تو اكيد كنت تدور في السوق، تحس التونسي عنده فلوس والا لا؟ اسمعني، هو التونسي حتى ما عندوش راهو باش يتسلف وراهو باش يجبد في الروج وراهو باش يخلي صغيراته، مش ما ينجمش، فهمتني؟ اما باش تقولي عنده فلوس، مش عنده فلوس، راهو متسلف وراهو مدين وراهو ماشي جابد في الروج باش يفرح صغيراته، هذيك هي الحكايه. ما فهمتي علاش التونسي مثلا ثم برشا يختار ابو منديل بالذات، زعما يتبع في السلعه الكاملوت والرخيصه ما يقدرش على البوتيك؟ لا لا، ها ابو منديل الزوالي انا اخو، ونقول لك حاجه، السلعه اللي عند اللي في البوتيكات من غير ما نسمي انا راهي في بو منديل، غير شنيا كي تدخل للبوتيك باش يغلى شينها باش يقيدك، عرفت شنيا الاداءات وكري الحانوت ودرا شنو يقيدوا على معناه في البري، يحطوا في بري قطعه. ما صدقني اللي في بو منديل تلقاهم في الحوانت معناه، فهمتني؟ وبو منديل انا نقول لك حاجه نتاع الزويل نتاع الزويوله وفيه الشوا الكل. انت مثلا اليوم كي خرجت من الدار عندك اكيد في راسك حاجه باش تاخوها، شنو مبرمجه باش تشري؟ باش نشري للاولاد لبستهم. اما هاني قلت لك انا تو انا مثال، انا ما شاء الله 4 صغار ما شاء الله. ها كي دخلت للبوتيكات سبيدري ب 90,000 عايش خويا، ها كي باش ندورها انا سبيدريات بركه في الاربعه، معناها يعني مش وصل اي معناها كيفاه ما نحط الشهريه الكل في السبيدريات والحوايج وما ياكلوا شيء. معناها لقيت اسوان مشطه في البوتيكات، دورت البومانديل اي وفي معناها كيفاش لقيت الاسوان؟ لا لا صبا لاباس، ديما تنجم روحك في المتناول معناها، هاكا تهزها شويه منا شويه منا، فهمتني؟ صغارك يرضاو لك بسلعه بو منديل؟ والله شوي شوي، انا عندي زوز صغار يرضاو والكبار هاكا تردع بعضها. معناها باش تقسم انت زوز باش تراسي لك من البوتيك وزوز من بو منديل؟ اي هذيك هي هذيك هي قاسمتهم، فهمتني؟ كان جاو الاربعه فايقين وكلهم بوتيكات، شنو يكون وضعك؟ باش ما نعرفش باش نجبد في الروج ونشري لهم، مانيش نخليهم. قلت لك راهو التونسي ما يخليش روحه، ما يخليش صغار، وراهو يتصرف، راهو يكردي، راهو يدين، راهو يجبد في الروج، وهذيك العيشه والحمد لله. راهو اونفان ديما نقولوا الحمد لله وكا. كل عام انت هاي بخير. عايش. يا خيتي مشيت للسوق ارخص من ببحر. وكا. باش نسالك التونسي في شنو هو قاعد يشري تو؟ ايش حوايج العيد؟ انا بدي اشتري حوايج العيد. هكا بابا ميت وخي وخياتي ميتين، بقيت كان انا وامي هكا. ربي يرحمهم وربي يفضلك الوالده. باه التونسي تحسه عنده فلوس والا لا حسب ما نشوفوا الموفمون هنا في بو منديل؟ عنده فلوس والزوال يموت، صحيح ولا لا؟ باه وفي شنو هو قاعد يشري التونسي؟ يشري في الحاجه الغاليه الباهيه ولا يتبع في السلعه الكاملوت والسواق؟ لا كيفي انا كنت نخدم وخي الله يجيبها الى ربي ان شاء الله، هالصفاقسية بنت بلادي وخي والله قشعتني وكنت نخدم في روضة زادة
قشعتني وجابت عزوزة حسيبها ربي زوز. هنا في بومنديل نشوفوا برشا موفمون، التونسي حسب رايك فاش قاعد يشري بالضبط؟ قاعد يشري كان في الحويش تاع العيد، وفما اسوان معناها بالقدا خير من الحوانت، وديجا الاغلبيه يمشيوا على كروشهم، فهمت؟ اللي عنده فلوس يعيش، واللي ما عندوش يعاونوه العباد. حسب رايك تحس التونسي عنده فلوس تو ولا لا مازال عنده فلوس؟ فما اللي عنده فما اللي ما عندوش، فما اللي يعاونوا فيه. يعني من اللي عانى من الدوله. والتونسي ايش قاعد يشري؟ يشري في الحاجه اللوكس والا يتبع في الكاملوت والسواقي باش ينجم؟ سواقي سواقي، الملوت ما يمشيش فيه، ما يعيش، يمشي على قد فلوسه، ماديات نتاعو لا اكثر لا اقل، وعايش سوا هكا ولا هكا عايش، سارق ولا مش سارق عايش. انت جايه باش تعمل دوره في السوق ولا باش تقضي؟ انا جايه نعمل في دوره في السوق وجايه نقضي. شنو في مخك باش تشري؟ انت كي خرجت من الدار شنو حاطه في راسك باش تشري؟ وشنو البيدجي اللي معمل عليه؟ لحلو الحلو لقيتو غالي، كيما بقلاوه 35,000، يعني كل شيء زاد، معيش غليت على الاخر. دوك هاك تشوف الساك فارغه وروحت كيما جيت كيما باش نروح. احنا تو في مدخل بومنديل ونشوفوا في برشا نصب وبرشا موفمون، التونسي فاش قاعد يشري اليوم بالضبط؟ والله يا صاحبي نحن مع الزوالي اول حاجه، فهمتني؟ وما عندهمش حاجه معينه معناتها، تعرف عيد وكذا، فهمتني؟ كل شيء موجود. نحن مع الزواولة، نحن زواولة ومع الزواولة، فهمني خويا؟ تحس عن ثم فلوس مازالت عند التونسي توا ولا لا؟ لا بصراحة لا، كعبة لا والله جمع، ماهيش كالعادة معناتها، ماهيش كيما معناتها، ماهيش الخدمة كيما قبل، كيما عمناول ولا عمناول، تعرفوا معناتها فما كورونا وكذا، الناس معذورة، ما عندهمش فلوس، مي خويا معناتها فرق بين عمناول ولا عمناول، ما فماش قبال وما فماش خرج. فهمتني خويا؟ انت تو تبيع في ديزارتيك نتاع تزيين شعر للبنات، سيرتو البنوتات الصغار، لي بوندو، شوشو، جو هذاك، هذه ارتيكل نورمالمون يمشي في العيد الصغير، عليه ما ثماش اقبال. ما فماش اقبال صاحبي كما كنت نحكي لك، ما الناس ما عندهاش فلوس، ناس خارجه من شهرين كورونا وكذا، فهمتني؟ الناس ما عندهاش فلوس، معناتها معذورين. معناتها راعوهم نحن وباينه باينه الفازه باينه، ما عندهمش فلوس. التونسي توا قاعد يتبع في الاسعار، يتبع في الحاجات السيني والبوتيكات، ولا قاعد يتبع في في السلعه نقولوا احنا بلغه سواقه الكاملوت؟ اكيد في 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 السلعه السواق في السوق، على خاطر السلعه في متناول الجميع، معناتها السلعه كما نقولوا نحن بلاش فلوس، فهمتني؟ ما تجيش معناتها الزوالي رسم له 10,000 ولا 20,000 باش يدخل البوتيك، اقل قطعه ب 20 ب 30,000 تساعده باش يقف على نصب. مش ياخذها مثلا انا نبيع بثلاثة هكا ثلاثة قطاع بدينار في البوتيك هكا ب 10,000 وهو رسمينه 20,000 في جيبه، ما تجيش باش ياخذ قطعة معناتها ما تساعدوش، تساعدو باش يقف على نصبه وياخذ ثلاثة بدينار. أنت توا أكيد ناصب من الصباح بكري، توا بريسك نص النهار، شنو ثم خروج باهي بعد وإلا لا؟ قيموها في الأربع خمس سوايع هذو. والله خويا الحمد لله لاباس، الحمد لله لاباس، فما خارج فما لاباس. اما عاد كيما كنت نحكي لك بفرق بين العوام بين عمناول ولا عمناول، مش كالعاده. اما الحمد لله لاباس. في شنو قاعد يشري التونسي اليوم هنا في سوق بومنديل؟ حوايج نتاع صغار، ما ثم حتى شيء، واش عنده ما يشري؟ ما عندوش فلوس باش يشري هو، ما عنده حتى شيء، الشعب ماكلوا الشر، الشر ماكلوا، ما عندوش ما يشري. يعني اللي كان يلقى مثلا القوت صغار، القوت صغار ويعني وتبش صغار، يا ربي ورداك. انا عندي ثلاثة شهور كراء والله ما دفعته، انا بجود نفسي والله يا كراء لا دفعته. تحس التونسي عنده فلوس والا لا؟ ما عندوش، وينه الفلوس؟ هاك تشوف، هاي تشوف هاك نصابه تشوف فيها، هاك نصاب مساكين ما كان الهم، السماش من فوق ولا والبلديه عامله فيهم ولا والعباد يعني ما خلت ما عندهمش حتى اكتظاظ، ما ناس نصابه ناس زوا ولا مساكين، ما يعني ما قعدت حير انا كيفاش عباد عايشه. التونسي اليوم قاعد يشتري في الحاجات المعروفه والماركه والا قاعد يتبع بلغتنا احنا الكاملوت؟ سامحني ما عندوش كان الكاملوت، تو ثم واحد يشري الماركه عنده ثم فلوس، هي ثم فلوس هي اللي يشري الماركه، تو ما خلطش على الكاملوت، كبلوت ما خلطش عليه، على المذرح ما خلطش عليه، باش ياخذ الماركه كيفاش يجي الماركه؟ منين باش ياخذها الماركه؟ الماركه اقل سبيد 200,000 250,000، هذه نتاع الناس السخشيات، الزوالي عنده 250,000 نتاع سبيدرو، هذا سبيدرو برك، ساعة ثم سبيدرو ب 350 ب 400,000. يا
يعني في تونس المذرع والكملوت خارج اكثر من العادي. الكبلوت الكبلوت هو اللي يقدو، ما عندوش التونسي ما عندوش فلوس باش ياخذ الحاجه باهي، وما ذماش او ذم حاجه، ذم سلعه داخله حاجه باهي، ها وسكر العالم كل سكر، منين ياخذ الحاجه باهي؟ ما ثماش والدنيا مسكره، معناها فرصه التجار اللي مرقده سلعه قديمه تخرجها تو. يا ودي ما ثمش التجار، التجار مساكين هما، مساكين هم يعلم بهم كان ربي. دي صناعة بركة يخلصوا فيها تو ثلاثة شهور ولا أربعة، ثلاثة شهور هم قاعدين يخلصوا فيها مساكين. التجار ماشي يخلي هو ياكل الماكلة، والتاجر مثلا والصانع يخليه، ما يخليش خاطر معاه قداش من عام مثلا. نقيموا السوق بالنصبة نتاعك، أنت تبيع توا في البلاكيور. هاي. باهي، شنو إقبال التونسي أيامات العيد على البلاكيور؟ لأنه هما نورمالمون حاجات زينة. ربي على عينك. هاك جاب ربي على عينك أنت. تو أنت نحن نخدموا هاك تشوف هاك في السوق وهاك كل شيء. عباد مساكين الدور هكاك ما عندهاش فلوس. فلوس ما ثماش. يا زيني بركة والله راسي وجعني خويا يرحم والديك. الله الله يشي. الله يرحم والديك والله راسي وجعني صدقني. وراس خوي باهي توا انت نورمال التونسي تعطيه المغشوش؟ اه حليلي او بابا بركز معينيه حليلي يا بيا حن هذايا في البيوة حتى اللي يجيو باش يعرسوا يعاونهم ويجيو اللي مثلا حتى الخطيبه نتاعو تعرفوا بلاكيور يعني فما بنات توانسه ترضى بالبلاكيور باش توصل تعرس وتعمل دار وتهني على روحها هني راحت تهني راحت بلاكيور تلبسه اعتبار ذهب حتى السرقه ما يسرقوهاش كذا اللي لابس الذهب يبدو ولا مستوحد حتى كي تسرق ما يغيظش ما تلوش اقبال التونسي اليوم في اقبال التونسي اليوم في بومنديل قاعد يشري في نشوفوا موفمون قويه التونسي ولا يتبع في المذرح والكملوت وما عادش قادر على السنيي لا لا مش مساله مذرح مثلا يحبوا رخيص يحبوا يهني راح ويشري مانيش نحكي على العرس نحكي تو على جو العيد نحكي تو على جو العيد التونسي يتبع في المذرح نحسوه مش مذرح مثلا رخيص رخيص انا كي نغزر له ذب انا ذاك مانيش نحكي على ذب نحكي على اللبسه على كل شيء لبسه إيه؟ لبسات العيد والصغار مش يشري من واحد مش هذايا مثلا سلعه سمحه ورخيص خير من يمشي البوتيكات واحد اغلى ارخص كل شيء رخيص